طيب تعالى نسألك كده عن مين أكتر لعيبة اللي أنت شايفها مع أوسوريو اتطور أداءه؟ رقم واحد فتوح، رقم واحد فتوح. فتوح بالبلدي كوير، طبعا كوير ده لعيب كرة حريف جدا. الكوير ده، انا ممكن اطلع منه حاجات مع انضباط تكتيكي يبقى حاجه جباره يعني. ففتوح لقى نفسه برضه في الحته دي، بس كمان اكتر من احمد زيزو. هي الفكره كلها ان فتوح كان دايما ميال للمهاره، كان دايما يحب الكره في رجله. في ناس ما بتحبش تطلب الكره، فتوح دايما هتلاقيه في اي ماتش بيفتح ايده هات لي الكوره، مالكش دعوه، خلي خط الدفاع يثق فيه. يعني الثقه اللي ما بين خط الدفاع وما بين فتوح لما بدا يخش في عمق الملعب بقى في ثقه ما بينه، سلم لي انا الكوره مالكش دعوه. هي الفكره ان فتوح استجاب لفكر اوسوريو في ماتش او ماتشين بسرعه جدا. فاحنا شفنا فتوح بالنسبه لنا كان مهم جدا، وكان ويعتبر افضل باك شمال في مصر، بس الفكرة كلها ان هو الافضلية دي ترجمها مع تجربة سوريا بشكل كويس جدا. مين تاني من اللعيبة شايفه اتطور اداؤه، ومين اللي انت مستنيه يتطور مع سوريا اكتر؟ اللي انا مستنيه والاصابة للاسف ضربته شلبي، مصطفى شلبي. مصطفى شلبي يعني هي كانت بدايات اللي انا كنت بشوف ان مصطفى شلبي كان دايما عايز يثبت حاجة لجمهور الزمالك بسرعة جدا. ده مش كل اللعيبه بتقدر خلى عنده تعمله استعجال بالظبط شويه، بالظبط. لا ودايما حتى لما بيجيب هدف بيروح للجمهور قوي، بيبقى مضغوط. عنده مضغوط بالظبط. بتبقى حاجه الحاجه النفسيه طاغيه على الحاجه الفنيه، فهو عايز يروح وعايز يجيب الجون وعايز يشوط انا كويس انا موجود، بالظبط فبيبقى دايما عايز يروح يثبت. بالظبط. فغالبا مستر سوريو اخده يعني اللي هو قعد معاه اكيد قعده فرديه، اللي هو لا انت تهدى، انت عندك متطلبات، انت عندك امكانيات. وفعلا اللي احنا كنا شايفينه في انبي في بداياته مع الزمالك قلنا لا طب ازاي الموضوع اختلف ده ازاي مش ده صحيح. بالظبط. فأوسوريو بدأ يطلع منه حاجات احنا كنا شفناها، اهدافه الجميله، الشوط كمان كان في نقطه لمصطفى شلبي الواجبات الدفاعيه صحيح، كان دايما بيقف ويسيب الحمل كله على فتوح. فهي الفكره ان بدأ يرجع طبعا مع التجربه الجديده. فانا مصطفى شلبي من الناس المستنيه جدا طبعا. مع ابراهيم داي كان في يعني طبعا شويه هجوم شويه عليه ما كانش بيلعب وكان مصاب بالظبط، اصابه كان طويله اصابات جدا، كتير وكده والراجل رجع مع اوسوريو بقى يلعب وينج بالظبط رايت، بيخش بيزيد وقت ما بتبقى الهجمه من ناحيه الشمال، بيخش كفيرود تاني وبيحرز اهداف. وكمان احمد تقسيمته للشغل البدني بتاعه لحد 90 دقيقه، يعني انت حتى تلاقي اخر 90 دقيقه عمرنا ما كنا بنشوف نضاي كده. صحيح، يعني قبل مرحله ما قبل اوسوريو كنا بنشوف نضاي ده 60 عارفين ان هو هيخرج، ده 70 عارفين ان هو هيخرج، خلاص هو جاب اخره في الجزء البدني. فبرضه ابراهيم نضاي حاجه هنستناها ان شاء الله مع مستر اوسوريو.